والآن تنضم إلي في الاستوديو السيدة كاميليا انتخابي فرد، الخبيرة في الشؤون الإيرانية ورئيسة تحرير إندبندنت فارسي. سيدة كاميليا أهلا بك معنا. شكرا. نورتي الاستوديو. شكرا. سيدة كاميليا، إذا كنا نتحدث مع المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي، وهناك خطط لإرسال مقاتلات وطائرات وسفن إضافية إلى الشرق الأوسط لحماية أمن الممرات المائية، التعزيز الوجود الأمريكي العسكري في المنطقة برأيك هل يمكن أن يقلل أم يزيد من حوادث الاحتجاز المتهمة بها إيران؟ شكرا لكم على هذا السؤال، على استضافتي وعلى وجودي في هذا الاستوديو الراهن. فنحن نعيش في هذه المنطقة، والكثير من المشاهدين أيضا يعيشون في هذه المنطقة ليس للمرة الأولى. نحن نرى جهود الولايات المتحدة وانتشار المعدات العسكرية الأمريكية، فنحن تعودنا على ذلك. فقبل عدة سنوات كان هناك انتشار مقاتلات B-52، ونحن نناقش ذلك في هذا الاستوديو أيضا. فإذا هناك مختلف القرارات من هذا القبيل، إذا فإن ذلك أمر قد يثير قلقنا، ونحن يجب أن نحافظ على يقظتنا. نحن نرى أن الولايات المتحدة وطهران فيما يتعلق بالمفاوضات النووية هناك زخم ولحظة مهمة في دار هذه المفاوضات، وعادة ما قد تؤدي هذه اللحظات إلى العمل على إمكانية تقديم التنازلات على المساومات بغض الحصول على نقاط القوة. فهناك مساومات، الأمر الذي قد يثير قلقا في المنطقة. إذا فإن ذلك أكثر من ميزان القوة، وأيضا أظن أن الموقف الأمريكي يتمثل في ضرورة الردع. بما أن الإيرانيين يريدون المزيد، فإنهم قد يحاولون أن يظهروا المزيد من التصرفات المتهورة في مضيق هرمز. فقبل سنتين نقلتا النفط قد حصلت على تهديدات من الحرس الثوري الإيراني، فنحن كنا نشهد هذه اللقطات مع مشاركة القوات الأمريكية والأسطول الأمريكي. فهناك لحظات مقلقة إذا أراد الإيرانيون معدلات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات غير مقبولة، وهم لا يريدون الرجوع إلى طاولة المفاوضات. نحن يجب أن نقول إن هناك عواقب على ذلك، ولكن إلى حد هذه الدرجة فأنا شخصيا وأنا أعرف هذه المنطقة وأيضا مدير تحرير إندبندنت فارسي، أنا قد أقول إنهم الآن يصلون بأنفسهم في حالة مثيرة للاستفزاز، حيث قد تكون هناك عواقب. إذن الحديث الذي كنا نتابعه قبل فترة عن أن هناك اتفاق محتمل قريب، على الأقل اتفاق غير يعني مكتوب أو اتفاق فقط شفهي يعتمد على الالتزامات الشفهية، إذن هو غير موجود في الكواليس أم أنه توقف أم أنه متعثر؟ نعم هذا صحيح، فإن وزير خارجية إيران قد قال إنهم يناقشون هذا الأمر على مستوى بعض المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، وخاصة يناقشون القضايا مثل إطلاق سراح الأمريكيين المتجزين في إيران. وهناك عدد من المقترحات الإيرانية بما في ذلك إطلاق سراح المواطنين الإيرانيين ذوي الجنسيات الثنائية، وأيضا قد وصلوا إلى مذكرة التفاهم بدلا من إنعاش خطة عمل الشمل المشترك 2015. فعندما أصبح دونالد ترامب رئيسا أمريكيا، هو قد طرح كثيرا من الأسئلة للرأي العام للجمهور في المنطقة أيضا. فكل ذلك قد جعلنا قادرين على النظر في هذه الأوضاع مع نوع من القلق. لماذا يجب أن نثق بكل ما يقولونه لنا؟ لماذا يجب أن نصدق بكل هذا الخطاب؟ نحن يجب أن نتأكد من أن حلفائنا والولايات المتحدة يجب أن تكون حاضرة، ولكن لصالح هذه الدولة، فإن كل دولة تنشر قواتها لصالح من أجل مصالحنا. إذن فبعد عدد من تصريحات الوزير الظريف، ونحن قد شاهدنا عددا من التصريحات، كان من المهم بالنسبة لي أن أرى قبل كل شيء، وهو
وهو قد أشار إلى عدد من المفاوضات بشكل علني بالإضافة إلى المفاوضات تحت وراء الكواليس. فهو كان يقول إن لا الولايات المتحدة ولا روسيا هم أعداء إيران، فإن إيران قبل كل شيء يجب أن ترعى المصالح للتعامل وبغة التحسين فهم الولايات المتحدة كقوة عظمى. هذا ما قاله هو الوزير السابق ظريف. أنا لا أعتقد أن شيئا ما قد حدث، ولكن بالنظر إلى ذلك قد تكون هناك سياسات إيرانية وهي تقبل ذلك وهي تقترب من روسيا والصين، ولكن في الوقت ذاته هم يفهمون أن الولايات المتحدة لا تزال تحدث الفارق، لأن الكلمة الأخيرة لا تزال تبقى لدى الولايات المتحدة في هذه المنطقة أيضا. فليس هناك أي نزاع بين القوى الكبرى في هذه المنطقة، الولايات المتحدة تريد إظهار القوة الخارقة في هذه المنطقة، حيث إيران قد تحاول أن تقوم في حالة المساومة قال الرجوع إلى طاولة المفاوضات. وأنا أعتقد أن ذلك هي الفرصة الأخيرة لطهران قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يغير الأمر. مسؤول أوروبي سيدة كاميليا يقول، وفي تصريحات قبل ساعات قليلة يقول، هناك فرصة بحلول نهاية هذا العام 2023 لمحاولة التفاوض مع إيران على اتفاق نووي، ويبدو الحديث عن اتفاق نووي جديد، يعني ليس اتفاق 2018. برأيك هل هناك يعني أمال حقيقية في التوصل إلى اتفاق مهما كان شكل هذا الاتفاق قبل نهاية هذا العام؟ إذن بالعودة من خطة العمل الشاملة المشتركة 2015، لا أظن أن الحفاظ على هذه الاتفاقية سيكون أمرا ممكنا، لأن قد ينطبق هذا الحديث على إعادة صياغة الاتفاقية النووية، ونحن نفهم مصالح الدول الأوروبية، وعادة ما لا تتطبق هذه المصالح مع الولايات المتحدة. ولكن نحن قد نشير إلى أن إيران يجب ألا تحصل على قنبلة نووية، ولا يجب أن تخصب اليورانيوم إلى درجة أو مستوى قد يسمح بالحصول على قنبلة نووية، ونحن يجب أن نحد من قدرات الدولة الإيرانية على إنشاء القنبلة. إذن فعلى هذا المستوى من التفاهم بين جميع الأطراف وحتى روسيا والصين، أظن أن جميع الأطراف تدرك هذا الموقف، فبسبب ذلك إيران ليس لديها أي فرص أي بدائل، لأن الجميع يعترض على خيار حصول إيران على قنبلة نووية. فقبل عشرة أشهر عندما شاهدت إيران احتجاجات واسعة نطاق، الأمر الذي كان سيؤدي إلى تغيير النظام، فإننا قد شاهدنا ضعف القيادة الإيرانية. فلا أظن أن إيران قد تريد وقد تهتم بمواصلة هذه اللعبات والتصرفات العدوانية مع كل من الولايات المتحدة ودول الحليفة. فأنا أعتقد شخصيا من المهم ما سيحدث في واشنطن، فإن إدارة الرئيس بايدن وخاصة السياسة إزاء إيران، إنهم يريدون الوصول إلى هذه الاتفاقية من دون أي ثمن، أو وأيضا مستعدون لتقديم مختلف التنازل. فتم تسريب عدد من الوثائق التي تظهر عددا من الآليات التي تستخدمها الولايات المتحدة في إطار هذه المفاوضات. نحن لا نزال ننتظر تحقيق بهذا الأمر، لكن فإن هذا أمر مهم بالنسبة لإدارة بايدن أن تكون هناك اتفاقية نووية مع طهران. وأيضا قابل الانتخابات الرئاسية يجب أن يبرم هذه المذاكرة أو اتفاقية أو أي شيء قد تسميه مع طهران، ولكن ذلك لا يجب أن يسمح لطهران بتجاوز هذه الاتفاقية. وإلا هناك مختلف الآليات بدءا من الاحتجاجات الجديدة التي قد تطيح بالنظام السياسي في طهران وصولا إلى المواجهة العسكرية، فإن ذلك لا يعني إرسال القوات البرية. هناك مختلف طرق لتقليص القدرات الإيرانية في مجال البرنامج النووي، أظن النظام الإيراني يدرك ذلك بشكل جيد، وإلا لماذا لا يزالون يقولون إنهم يريدون المشاركة في المفاوضات؟ فأظن أن إيران قد تميل إلى فكرة هذه المفاوضات، فإن الرئيس الإيراني أيضا قد يشارك في جمعية العامة للأمم المتحدة. وأنا أيضا أنتظر إلى صفقة إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين في
طهران الأمر الذي قد يسمح بمواصلة المفاوضات مع الطرف الأمريكي والدول الغربية. سيدة كاميليا دائما سعيدين بوجودك معنا، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات وعلى وجودك معنا، دائما سعداء، شكرا لك.